السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. متوجه انا الان الى AT&T. اخيرا الشركات الامريكيه دعمت الشريحه الالكترونيه. انا استغربت ان من قبل اعلنت عن السوفتوير 12.1 وقالت انه راح يدعم الشريحه الالكترونيه اللي اسم دول الخليج دعموها وامريكا ما دعمتها. في السابق اي ميزه تنزلها ابل في امريكا راح تدعمها اول شيء. ليش؟ لان ابل شركه امريكيه، فراح تعطي خبر للشركات الامريكيه قبل ما ابل تنزل الخدمه، تقول لهم يعني انه راح ينزل عندنا دي الميزه وكل شيء، فاستعدوا للدعم. الشركات الامريكيه كانت تدعم اي ميزه تنزلها ابل من اوائل الشركات في العالم، لكن الاسم نزلوها بالساعه من زمان، من سنه تقريبا. لكن في الجوال لا، كل الشركات الامريكيه انتظرت ما نزلت الاسم الين 5 ديسمبر اللي هو امس. ابل اعلنت عن 12.1.1، كتبت في الميزات انه يدعم نطاق اوسع للشركات حول العالم للاسم. ف AT&T اعلنت امس انها شغلتها، فرايزن اعلنت انها بكره راح تشغلها في امريكا، فرايحان AT&T الحين وبشوف معاكم هل دعموها ولا ما دعموها عندنا في نفس المنطقه. طبعا كلمتهم عن الدعم الفني، ما راح اطول الفيديو معاكم لان تكلمتهم حوالي تقريبا 10 دقائق لين قالوا لي خلاص روح الفرع واخذ الكيو ار كود عشان تسوي اسكان تشتغل عندك شريحة. قالوا لي ان شغلوها هم من اليوم الصباح والكيو ار كود موجود في جميع الفروع، لكن اللي حاسس فيه انه ما اتوقع انه موجود عندنا في الفرع هذا، لان المنطقه اللي عايش فيها انا منطقه نائيه. حتى لو دعم الجيل الرابع اشتغل عندنا في السعوديه ما اشتغل عندنا في المنطقه ذي اللي بعدها بسنه. المنطقه اللي انا ساكن فيها منطقه شوي ريفيه ونائيه، فاكثر الميزات اللي تكون موجوده ما تكون شغاله هنا، احيانا يتاخرون اسبوعين ثلاثة اسابيع. ف بروح عند الفرع الحين وبشوف، فخلوكم معنا. وصلت AT&T، طبعا ما اتوقع اني اقدر اصور لكم داخل، ف بدخل اسالهم. ان شاء الله نزلوها عندنا في نفس المنطقه، اذا نزلوها خلاص بنكمل معاكم الفيديو، اذا ما نزلوها محاوله فاشله. وعندي برضو خدمه راح اكنسلها من عندهم، فنرجع لكم بعد ما نخلص. واخيرا خلصنا طبعا في امريكا. هذا اعطوني بطاقه نفس الكارت اللي طلعت شريحه السيم كارد العاديه، بس الفرق ان شريحه السيم كارد العاديه تقدر تفتحها وتطلع الشريحه تركب الجوال، لكن في امريكا لا يعطونك كذا، يعطونك نفس الحركه خلاص تسوي سكان حق الكيو ار كود خلاص تفعل شريحتك في الجوال، واي مره تكنسل الرقم او تغير الجوال ترجع تسوي الاسكان مره ثانيه وتنضف انك في الجوال. طبعا خلنا نروح البيت الحين ونجرب معاكم اركب الشريحه الثانيه السعوديه واركب الشريحه الامريكيه، لان انا متوهق باشياء. شنو متوهق بالاشياء دي؟ ان استخدم جوالين، جوال مركب فيه شريحه سعوديه واستخدم المكالمات في السعوديه اللي حاط فيها شريحه زين، واستخدم واي فاي كولن كني في السعوديه، لكن احتاج الاهل ضروري او شيء اكلمهم، بما ان يعني احيانا تدقي للشخص يكون ما عنده انترنت برا او شيء، فكلهم بالمكالمه العاديه. ما بيطول عليكم، خلينا نروح الشقه الحين ونجرب معاكم الرقمين في نفس الجوال. رجعت معاكم في البيت. طبعا الحين راح اتكلم معاكم كيف تسوي السيت اب وكل شيء. مثل ما قلت لكم راح يجي لك كارت او اي شيء، اهم شركه اتصالات راح تعطيك باركود نفس كذا. اوكي؟ ايش تسوي الباركود؟ تفتح الجوال، تخش خليوي، تروح على إضافة خط خليوي، تضغط عليه يفتح لك الكاميرا، تسوي سكان حق الكود نفس اللي قبل شوي، خلاص تدفع عندك بالشريحة. طبعا الحركة هذه ما تشتغل على ايفون 10S و10S ماكس و10R، أجهزة الايفون في 2018 بس ولا بعدها اللي في المستقبل، اللي قبل ما راح تشتغل. طيب هذا الرقم الحين سويت له تفعيل بالاسم شريحة الكترونية، الحين هو مشتغل عليه شريحة الكترونية واحدة، كتب عليه تقدر تغير اسمها كيفك انت، تسميها اي اسم عشان ما تتخبص في وقت المكالمات، مثلا تسميها اي اسم من هنا او تسميها اسم ثاني بكيفك، عشان يجي تكلم تشوف الفرق او انك تفعلها. مثلا الحين شريحه الاسم اللي هنا خليها بس مكالمات ما خليها على الانترنت، واحط شريحه مثلا فعليه ثانيه داتا بس احطها، واروح السيت اب واضغط عليه من هنا مثلا واختارها، لان الشريحه الثانيه اللي موجوده تكون بس حق بيانات كذا، انت بكيفك تسويها. انا راح اخلي الرقم الامريكي او الرقم الاساسي اللي بتعامل معه هنا كثير، والرقم السعودي، هذا الرقم السعودي راح احطه في الجوال، بما اني اول كنت استخدم جوال للسعوديه جوال لامريكا، راح احطه هو الرقم الثاني، راح يكون الرقم الاساسي للمكالمات والانترنت وكل شيء هو الرقم الامريكي، والرقم الثاني اذا حبيت اتكلم السعوديه او شيء راح يكون عليه. نحط هنا الحين اوريكم السيت اب او طريقه التفعيل كذا، ما راح يكون الرقم الاساسي، راح اسميه خليه على السعوديه متابعه. هنا يعطيك الخيارات كل شيء، مثلا الحين نتكلم عن اليو اس اي، الشريحه الامريكيه والشريحه السعوديه. انا راح اخلي شريحه اليو اس اي هي خط الافتراضي، هي اللي راح يكون حق المكالمات والرسائل وكل شيء،
متابعة. أستخدم برضو اليو اس اي هو الخط المفضل عندي. طبعا خلاص السيت اب راح يكون هنا كي اس اي ويو اس اي. لو أسحب هنا راح يطلعون بيانات تنتينهم. اي تي ان تي هذا الشريحة الرسمية اللي أنا أستخدمها هنا في أمريكا، ومعليها مثل ما تشوفون العلامة هنا اللي فوق اليو، ما اختصار الكلام اللي حطيته يو اس اي يحطون يو. كي اس اي الكي هذه الشريحة السعودية. طبعا أنا إيش بسوي؟ الكي اس اي راح أخليها بس مكالمات، فقط مكالمات، ما راح استخدم عليها مكالمات في الجوال ثاني او شيء، ما راح استخدم عليها انترنت، وبشغل فيها الواي فاي، واي فاي كولينج عشان تكون على الشبكة السعودية، كني في السعودية موجود اللي هي واي فاي كولينج. اما شريحة اليو اس اي ما راح اشغل فيها المكالمات الواي فاي كولينج، لا راح اشغل فيها الداتا، الانترنت راح تكون منها بكذا. خلاص هذه الثنتين سوي لهم سيت اب. تقدر مثلا لا، لو ان عندك شريحة ثانية هي بتخليها مثلا بيانات، لا خلاص تخش عليها تشغل عليها انترنت، وشريحة المكالمات طفي الانترنت منها. كذا سوينا السيت اب ثنتينهم مثل ما تشوفون هنا، تي موبيل اللي هي الشريحة السعودية، واي تي ان تي الشريحة الامريكية. ولو بطفي مثلا الوايرلس وبشغل الانترنت راح يشتغل على الاي تي ان تي، ما راح يشتغل على السعودية مثل ما تشوفون. اي تي ان تي عليه ال تي اي، تي موبيل ما عليها شيء بس مكالمات. لا شبك بعد دقيقة او دقيقتين راح تتحول تي موبيل الى تنكتب عليها زين كي اس اي، بما ان الشريحة اللي ركبت انا زين راح يكتب عليها زين واي فاي. لو انتظر دقائق راح يتفعل هنا عندي. بس مثل ما قلت لكم الإضافة تضغط هنا، لو عندك أرقام ثانية تقدر تضيفهم، تقدر تضيف هنا 10 أرقام، لكن بالشريحة الإلكترونية ما يتفعل معك إلا رقم واحد، يكونوا موجودين هنا تقدر تحول بينهم. يعني مثلا أنت بتشغل هذا الرقم بعدين هذا اليوم الثاني هذا الرقم كيفك أنت. فمن نفس الجوال الحين في 2018 جوالات الآيفون كلها تقدر تشغل رقمين، رقم فعلي فيزيكال اللي هو شريحة، والرقم الثاني إيسم. الإيسم تقدر تحط 10 أرقام، لكن العشر أرقام ما تقدر تشغل منهم في نفس الوقت إلا واحد فقط. بس الحين لو ان نروح حق المكالمات ندق على اي رقم نقدر نحول، مثلا الحين مكتوب عندنا فوق الرقم اللي راح نتكلم من على اليو يو اس اي، نقدر نحول من نخلي مثلا كي اس اي وندق على الشريحه السعوديه، او نحول على اليو اس اي. لازم نشوف اذا الرقم اللي فوق موجود. كذا الحين على اليو اس اي اللي هو الشريحه الامريكيه اقدر ادق على اي وقت كذا. وبس هذه كل الميزات، وهذه طريقه تفعيل الشريحه الالكترونيه ومع الشريحه العاديه السيم كارد. ففي نهايه الفيديو اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم. لو بتخيل الحين مثلا اني الحين هذا الرقم فعلته على الاسم، لو بحطه هنا السيم كارد هذا راح يشتغل ولا ما راح يشتغل؟ انا ما اتوقع راح يشتغل، تعتبر السيم كارد اتكنسلت الحين. انتظر نشوف دقيقة. ما راح يشتغل، نو سيرفس. فالشريحة الفعلية اتكنسلت، يمكن لو اطفيها من هنا راح تشتغل هنا ما ادري. خلاص هذا الكارت لا تنسونه، يعني لو انك تفرمت الجوال او بتنقل رقمك في شريحه ثانيه او شيء فلازم تستخدم هذا الكود مره ثانيه. بس السلام عليكم.